مباراة السوبر القادمة أمام نادي الزمالك بتاخد حيز من تفكيرك دلوقتي، ولا قلت بقى بعد الأجازة نبقى نشوف هنعمل إيه، ولا بتفكر إزاي؟ قول لي. والله يا كابتن انا يعني بعد ما خلصنا الماتش ده وكسبنا على طول افتكرت ماتش السوبر على طول. ما اعرفش ليه يعني. بعد الماتش انا دايما بحب ان انا اصلي ركعتين كده شكر لله يعني، فانا بصلي كده افتكرت ماتش السوبر، ما اعرفش ليه افتكرت ان احنا خلصنا اول ماتش اللي جاي بقى يعني. انا اصلا احنا في النادي كابتن حسام دايما يقول لنا كل فتره وليها ليها تفكيرها يعني. احنا في اول الدوري كان في 3 ماتشات بعد كده توقف، فاول 3 ماتشات دول عايز 9 نقط، اهم حاجه ان نفكر في الثلاثه دول، بعد كده الباقي بعدين. فانا يعني انا فكرت ان يعني احنا الحمد لله كسبنا. طبعا هم الماتش اللي جاي هيبقى اصعب من الماتش ده بكتير، هم خسرانين ماتش من قدام النادي الاهلي، فهم اكيد الماتش ده عايزين يعوضوا، عايزين يكسبوا يعني. وبعدين الماتش ده بيبقى بطوله يعني، الماتش ده ماتش بطوله، هو ماتش وخلاص. فانا يعني والله جه في دماغي، بس انا يعني الفتره دي اجازه وعندي امتحانات كمان. عندك امتحانات؟ عندي امتحانات. امتحانات ايه دي ان شاء الله؟ جامعه. انت في جامعه ايه؟ في جامعه نيو كايرو. نيو كايرو بتدرس ايه؟ بيزنس. بيزنس. طب كويس يعني. خلي بال حضراتكم برضو مهم جدا، لان يعني التعليم بيفرق في حاجات كتيره جدا جدا مع لاعب كره القدم تحديدا يعني. ان شاء الله لو هياخد تعليمه ده بعد 2 3 سنين، لكن اعتقد ان هو هيفرق معاه كتير جدا. صبري برضو بتفكر في مباراه السوبر ازاي من دلوقتي؟ كل مرحله كابتن زمان كان بيتكلم دلوقتي. كل مرحله هتاخد، احنا دلوقتي عندنا اجازه. فنطلع شويه من الضغط بقى. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الماتش الاخير. مع تاكل شات عكاوي. بالظبط، ناكل شات عكاوي كده ونطلع شويه من الضغط بقى ونخلص شويه من الضغط شويه، ولازم تشتغل بقى. بالظبط. ان شاء الله نبتدي مع اول ما نرجع من التمرين، وان شاء الله عندنا معسكر، عندنا ماتشات وديه تقريبا في السعوديه. ايوه. فربنا يكرمنا اول ما نرجع بقى نبتدي بقى نركز في ماتش السوبر باذن الله، ويكون اللعيبه بتاع المنتخب رجوعوا لنا باذن الله. ان شاء الله. وان شاء الله نسعد برضه جمهور النادي الاهلي تاني ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا كلمه بقى بتقولها محمد لجمهور النادي الاهلي والقناه النادي الاهلي. والله كابتن يعني جمهور النادي الاهلي يعني، الواحد قبل ما يتصعد في الفريق الاول وكده ما كانش حاسس قوي بقيمه جمهور النادي الاهلي، لكن يعني الواحد لما طلع ولعب وكده، لا يعني جمهور النادي الاهلي ده جمهور كبير قوي، وفي كل حته بتلاقي جمهور الاهلي يعني. انت في الشارع في اي مكان، واكتر ناس بيساندوك في وقت ما انت بتبقى محتاج لكلمه كويسه، محتاج لحد يتكلم معاك يعني، دايما واقفين جنبك، يسافروا وراك في بلاد افريقيا بعيده جدا تلاقيهم وراك وراكبين الطياره. فيعني ان شاء الله باذن الله السنه دي نفرحهم دايما، ما يبقاش في خساره، ما نزعلهمش يعني ان شاء الله. وطبعا قناه الاهلي يعني قناه جميله جدا، وكل التوفيق لحضرتك كابتن اسلام ولكل الناس اللي هيشتغلوا في القناه، وان شاء الله تبقى قناه رقم واحد في مصر باذن الله. يا رب ان شاء الله. صبري كلمه برضو بتقولها لجمهور النادي الاهلي والقناه النادي الاهلي. اقول ربنا يكرمنا ان شاء الله، ونفضل نسلم دايما على طول البطولات. جمهور النادي الاهلي يستاهل كل خير، بيقفوا على النادي الاهلي ولاعيبه النادي في كل حته. فربنا يكرمنا ان شاء الله، نفضل نسعدهم ان شاء الله السنه دي ببطوله الدوري، وان شاء الله البطوله طبعا الاهم لافريقيا. احنا بقى لها فتره نعم، ان شاء الله برضو نفضل نسعدهم فيها باذن الله. طبعا قناه النادي الاهلي زي ما هاني قال ان شاء الله تكون رقم واحد في مصر، وهي اكيد ان شاء الله رقم واحد في مصر ان شاء الله. جمهورها كبير، فنتمنى ان شاء الله التوفيق ليك طبعا كابتن اسلام البرنامج بتاعك، فان شاء الله تكون سنه سعيده ان شاء الله عليكم، وتحققوا بقى كل حاجه ثانيه يا رب ان شاء الله. اشكركم الحقيقه، كانت حلقه كالعاده الحقيقه حلقه رائعه، واثنين من نجوم النادي الاهلي قد ايه عرفنا التواصل ما بين اللعيبه بينهم وبين بعض عامل ازاي، الهزار الضحك يعني. انا دايما حابب ان انا اخدكم في ناحيه الهزار والضحك اكتر كتير من كره القدم، لان يعني كفايه سنه بحالها كره قدم، ولسه قدامنا كمان الفتره اللي جايه ان شاء الله كره قدم. ويعني انا بقول لحضراتكم، بقول لصبري والهاني، ان احنا كل ده لسه بتسخن يا جماعه يعني. قناه النادي الاهلي افتتاحها الرسمي لسه هيكون ان شاء الله في اول 2/8/2 او 7/2 يعني، هنقول لحضراتكم ان شاء الله، لكن كل ده ما هو الا مجرد تسخين، ومفيش حاجه يعني. احنا بنطلع معاكم بس لمجرد ان احنا بيجي لنا فيدباك جيد لما يحدث في الثلاث ايام اللي فاتوا او اليومين اللي فاتوا، فهنكون معاكم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، اكراما الحقيقه لهذا الجمهور الرائع اللي دائما ما يقف خلف كل حاجه فيها اسم النادي الاهلي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم
عندنا فقرة عن السوشيال ميديا وأخبار النادي الأهلي وفي السوشيال ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي كلها سواء فيسبوك أو تويتر أو انستجرام. هنطلع هذا الفاصل وبعد الفاصل هنستقبل ضيفنا العزيز ونتكلم عن السوشيال ميديا والنادي الأهلي.